عجائب الدنيا السبع الجديدة. نفق بحر المانش. تدخل العديد من القطارات نفق بحر المانش في فولكستون انجلترا، فمساحته حوالي 50 كيلومتر مع 24 ميل تحت سطح الماء، وهو نفق يتبع السكك الحديدية موجود في مضيق دوفر ويربط فولكستون وكنت في انجلترا إلى كوكي قرب كالي في شمال فرنسا. افتتح نفق بحر المانش في عام 1994 وسمي بهذا الاسم لأنه نفق تحت بحر المانش والذي يربط فولكستون في المملكة المتحدة مع كوكي في فرنسا كما ذكرنا. ونفق بحر المانش يتكون في الواقع من ثلاثة أنفاق، نفقين يحملون القطارات، ويستخدم نفق متوسط يعتبر أصغر حجما في الخدمات. برج سي ان. يقع برج سي ان في تورنتو اونتاريو كندا، عبارة عن برج اتصالات قامت بمنائه السكك الحديدية الوطنية في كندا تحديدا في عام 1976. واليوم برج سي ان هو مملوك ويدار من قبل اتحادية اراضي شركة سي ال سي المحدودة في كندا، وذلك اعتبارا من عام 2012. وبرج سي ان في الواقع هو ثالث اكبر برج في العالم، حيث يصل ارتفاعه الى 535.3 متر 1815 قدم. وبرج سي ان يبث ايضا التلفزيون والاذاعه والاشارات اللاسلكيه في جميع انحاء المنطقه في تورونتو. مبنى امباير ستيت. تقع ابراج مبنى امباير ستيت على افق مانهاتن في مدينه نيويورك، فعندما افتتح مبنى امباير ستيت تحديدا في 1 مايو 1931 كان هو اطول مبنى في العالم، فكان يقف على 1250 قدم، واصبح مبنى امباير ستيت رمزا لمدينه نيويورك عبر سنوات عديده، وذلك كان رمزا للنجاح البشري في تحقيق المستحيل. ويقع مبنى امباير ستيت في 350 الجادة الخامسة بين شارعي 33 و34 في مدينة نيويورك. ومبنى امباير ستيت هو عبارة عن مبنى مكون من 102 طابق، وارتفاع المبنى يصل إلى أعلى فهو مانع للصواعق. جسر البوابة الذهبية. جسر البوابة الذهبية أو ما يسمى بجسر جولدن جيت، وهو الذي يربط مدينة سان فرانسيسكو مع شمال مارين كاونتي في شمالها. وهذا الجسر له قصة مختلفة عن كل الجسور، فقد تم بناؤه مع أطول فترة في العالم، فاستمروا في استكماله من عام 1937 إلى حين الانتهاء من جسر فيرازانو ناروز في نيويورك في عام 1964. وطول جسر جولدن جيت أو البوابة الذهبية هو 1.7 ميلا، وطبقا للدراسات فإنه تسير على هذا الجسر حوالي 41 مليون رحلة كل سنة. وقبل بناء جسر جولدن جيتس كانت الوسيلة الوحيدة للنقل عبر خليج سان فرانسيسكو كانت العبارة. سد إيتايبو. سد إيتايبو هو ذلك السد الذي يقع على الحدود بين البرازيل وباراغواي، وهو يعتبر أكبر منشأة لتوليد وتشغيل الطاقة الكهرومائية في العالم. أنجز هذا السد تحديدا في عام 1984. وسد إيتايبو يقيس ما يقارب من 5 أميال طولا. ومن المثير للاهتمام أن الكهرباء التي يتم توليدها في سد إيتايبو هي في الحقيقة أكبر من الكهرباء التي يولدها سد القوانق الثلاثة في الصين، ويشارك كل من البرازيل وباراغواي في هذا السد. فهذا السد يوفر لوازم باراغواي مع أكثر من 90% من احتياجاتها الكهربائية. بحر الشمال في هولندا. يكمن ما يقرب من ثلث هولندا تحت مستوى سطح البحر، وعلى الرغم من كونها دولة ساحلية إلا أن هولندا أنشأت أراضي جديدة من بحر الشمال، وذلك من خلال استخدام السدود والحواجز الأخرى التي تم إضافتها إلى المحيط. وقاموا ببناء هذا السد من عام 1927-1932، وتم بناء السد حوالي 19 ميل طولا، ويسمى سد أفسلاوت دايك ويعني سد الانتهاء. كما أنهم قاموا أيضا بتحويل بحر الجنوب إلى بحيرة أيسل وبحيرة للمياه العذبة أيضا، وقد تم بناء سدود وأعمال وقائية أخرى. وقاموا باستلاح أرض بحيرة أيسل، وأدت هذه الأراضي الجديدة إلى إنشاء محافظة جديدة من فليفولندا، كما أنها وفرت المياه لعدة قرون. وبشكل جماعي يعرف هذا المشروع بأنه المشروع الأول الذي لا يصدق في هولندا. قناة بنما. من مساحة مكونة من 77 كيلومترا وممر مائي دولي يقيس حوالي 48 ميلا طولا، تجد ما يعرف باسم قناة بنما، والتي تسمح للسفن بالمرور بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. وتوفر قناة بنما حوالي 8000 ميل 12875 كيلومترا من رحلة حول الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، تم بناؤهما بين عام 1904-1914. وكانت قناة بنما في الماضي
تمتد من أراضي الولايات المتحدة على الرغم من أنها اليوم جزء من بنما، وتستغرق حوالي 15 ساعة إذا كنت تنوي عبور هذه القناة من خلال ثلاث مجموعات من الأقفال، وتنفتح نحو نصف الوقت في الانتظار بسبب صعوبة حركة المرور.